احلى صباح لاحلى مشاهدين على قناه ميديا تي في. التحدي يتجدد بتجدد القضايا الراهنه وفهم ما ينتظرنا متحدي لنا جميعا. مرحبا. بحث الإنسان على مر التاريخ على اختراع يمكنه أن يحاكي العقل البشري في نمط تفكيره، فقد حاول كل من الكتاب وصناع الأفلام ومطور الألعاب على حد سواء إيجاد تفسير منطقي لمفهوم الذكاء الاصطناعي وارتباطه بالآلات والدور الكبير الذي سيلعبه في تطوير البشرية ونقل العالم إلى التطور والازدهار. وعلى مر الزمن كان الذكاء الاصطناعي حاضراً فقط في الخيال العلمي، فتارة ما يسلط الضوء على الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي على البشرية وجوانبه الإنسانية المشرقة، وتارة أخرى يسلط الضوء على الجوانب السلبية المتوقعة منه ويتم تصويره على أنه العدو الشرس للبشرية. اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي حقيقة لا خيال، فما هي حقيقته وماذا يحمل للبشرية؟ وكيف خرج الذكاء الاصطناعي من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي ليصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وفي نسيجنا الاجتماعي؟ أسئلة من ضمن أخرى نطرحها في تحدي اليوم، ويسعدني أن أستضيف مع الشكر الدكتور سعيد بلفقي أستاذ جامعي مستضاف في عدد من المؤسسات الجامعية وباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية. مرحباً سيدي. صباح الخير أستاذة خديجة ولضيفك الكريم ولكل الطاقم التقني والصحفي. مرحبا، نورتني. كما يسعدنا نرحب معنا بالأستاذ زهير الخديسي، مختص في مجال المقاولات وإدارة الأعمال، مستثمر في الشركة الناشئة وخبير دولي في التحول الرقمي والابتكار. مرحبا وصباح النور أستاذ زهير. صباح الخير، شكرا جزيلا أستاذة خديجة، شكرا دكتور سعيد والحضور الكريم. مرحبا، نورتني. أستاذ زهير، معك سأبدأ بتعريف هذا الذكاء الاصطناعي، ما هي قدراته في المقبل من السنوات، وما الذي جعل الإنسان يتوجه إلى ما يسمى بالذكاء الاصطناعي؟ هو الذكاء الاصطناعي هي واحد إذا بغينا نقولوا مجموعة من المجالات. نعم. اللي الهدف ديالها هو أنها تحاكي الذكاء البشري عن طريق الآلة. إذن الهدف ديال الذكاء الاصطناعي هو أن نوصلوا للآلة اللي غتقد تكون عندها إمكانيات ديال الذكاء البشري. هذا المجال هذا عنده ربعه ديال، الا بغينا نقولوا ربعه الانواع او ربعه ديال المسائل التي يبحث على محاكاتها. المساله الاولى هي مساله ديال الادراك، لان اول مميزات الذكاء البشري هو الادراك، ادراك المحيط، القدره على تبين الاشياء، التعرف على الاشياء المحيطه بنا. تمام. الى اخره. اذا كاين الادراك. المساله الثانيه هي التعلم، القدره على التعلم. الانسان من بين الخاصيات ديالو هو القدره على انه يتعلم معلومات جديده، علوم جديده، مدارك جديده الى اخره. المساله الثالثه هي حل المشاكل، لا ريزوليسيون دو بروبليم. اذا الذكاء كيقد يحاكي الانسان في حل مشاكل، قد تكون مشاكل يعني عمليه في المجال العملي، وقد تكون مشاكل رياضيه او علميه الى اخره. والمساله الرابعه هي اللي متعلقه باتخاذ القرارات. فالذكاء الاصطناعي جزء من الذكاء الاصطناعي اللي كيختص المجال ديال اتخاذ القرارات، كيفاش يمكن انه يعني اله يمكن لها تاخذ قرارات. شفنا مؤخرا كمثال انه شركه في الصين قررت انها تعين كمدير عام ديالها روبو اللي الدور ديالو هو انه يتخذ القرارات في الشركه يوميا، واللي عو بشكل او باخر المدير السابق اللي ولا فقط يساعد الاله على اتخاذ القرارات. صادم يعني في الحقيقه اتخاذ القرارات يعني مساله اللي هي صادمه، وصعب ان شخص مثلنا
يتقبل أن روبو يتحكم فيه ويتخذ قرارات يعني قرارات مصيرية دعنا نقول. وهذا يعني ربما ما سيجعلني أتوجه للأستاذ سعيد وأتساءل معه كيف أصبح اليوم استخدامنا للذكاء الاصطناعي يعني متأصلا من أجل الصالح العام للمجتمع؟ هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يغير المجتمع للأفضل ربما؟ نعم أستاذة خديجة، شكرا مجددا لك ولطاقم ولضيف الكريم. أنا أعتقد بأن هذا التغير هو مسألة حتمية في الحياة البشرية. نعم. منذ أن كان الإنسان على وجه البسيطة والبشرية تعرف تغيرات. أنا أحيلك فقط قوس صغير جدا، لما اكتشف الإنسان النار اعتبرت لم يعهدها الإنسان قبل، ما تغير وتطور جديد ومتجدد لن يبقى هنا، لن ينحصر في هذا المجال. فبالتالي هذا التغير هو يعني واقع لن يستطيع أحد أن يوقفها. فبالتالي ما العمل وفق هذا التغير وهذه المعطيات اللي جابها التغير هو كيف يمكن للإنسان أن يتكيف مع هذه المعطيات؟ فعلا. وربما هنا عفوا على المقاطعة أستاذ سعيد، يعني كلنا نتساءل عن هذا الذكاء الاجتماعي والذكاء الصناعي ما بين ربما الواقع الذي نعيشه والوقع ديال هذا الذكاء الصناعي على البشرية، على البشر يعني على الإنسان بحد ذاته، ما وقعه؟ كما سمعنا قبل قليل أن قرارات مصيرية يمكن أن يبث فيها روبو، يعني دي مسألة اللي هي صادمة نوعا ما. هي صادمة، ولكن هي لما فرمنا في بعض أقول لن يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يعوض أنسنة الإنسان. الإنسان يا بمفهومها الشامل، نعم، لن تستطيع الرقمنة أو الثورة الذكاء هذا الثورة الرقمية، صح، لن تستطيع أن تعوض ما يمكن أن نعتبره هو إنسانيا محقا. نعم. لن يستطيع أي شيء أن يعوضه. أقول مثلا هو تدبير الوجدان الإنساني لن تتمكن الآلات منه، تدبير العقليات لن تتمكن الآلة تتعامل وفق معطيات تمام ترتيب الجزاءات أو القرارات، ولكن الإنسان قال الأستاذ بأنه عندنا روبو يقرر، ولكن معاه إنسان مساعد. لماذا؟ لأنه هو اللي غادي يعطيه المعلومات، هو اللي ربما غادي يتدخل في تدبير الوجدان، هو اللي غادي يتدخل في تدبير العواطف، لأن الآلة لا ترى العواطف. قد يشتكي مثلا جودي نامبورت كوا، يقدر يجي إنسان يشتكي عند المدير. نعم. الآلة لا تعرف الشكاية، ما كتعرف الشكاية، شكون اللي غادي يقدر بأنها شكاية؟ واش مظلوم واش ما مظلومش، واش محتاج واش محتاج؟ هو الإنسان. فبالتالي صحيح، هذه العملية الذكاء الاجتماعي يجب أن يتكيف مع الذكاء الاصطناعي، على أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية وليس العكس. هذا هو ما ينبغي أن نركز عليه. تمام. طيب أنتقل أستاذ زهير، ماذا عن الخدمات التي سيتيحها على مستوى البحث العلمي والابتكار؟ يعني وغادي نرجع للنقطة اللي ذكرتي قبل قليل، هل سنقبل مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة برأيك؟ هو في الحقيقة دابا الذكاء الصناعي إلا بغينا نهضرو بشكل عملي كيغزو مجموعة من المجالات. نعم. يعني مؤخرا كمثال شفنا واحد التطبيق اللي يعرف باسم تشات جي بي تي، اللي قادر على أنه كمثال أنه ينتج مقالات، فيقد يعوض الدور ديال الصحفي في كتابة مقالات في مواضيع معينة، كتعطي له مجموعة المواضيع وكتعطي له المعلومات اللي الأساسية، هو قادر على أنه يكتب هذه المقالات. شفنا الذكاء الصناعي في المجال الطبي كمثال، الذكاء الاصطناعي قادر على انه كمثال من خلال الصور يعني اللي كتدار على الاجهزه ديال الانسان انه يتوقع واحد المجموعه من الامراض بشكل استباقي، حتى تحليل او ايجاد نوع المرض انطلاقا من يعني نعم. الاعراض اللي عند الانسان. نعم. الاسئله اللي الذكاء الاصطناعي قد طبعا هنا باش نوضح واحد المساله اللي اساسيه وعندها علاقه بالسؤال الاول، بالطبع الطبيب كيبقى دائما عنده دور، يعني دابا في مجموعه من الدول منها في الولايات المتحده، في دول ديال
اوروبا الشماليه كاين الذكاء الاصطناعي اللي كيقوم بتحديد المرض، ولكن القرار النهائي كيبقى للطبيب. اذا هو يعين الطبيب، لانه في بزاف الاحيان الطبيب قد يوقع في اخطاء ديال التشخيص، وهذه وقعات زعما في الواقع ديالنا. فالذكاء الاصطناعي كيحاول انه يعطي هذه الاعانه. نعم، هنا عفوا استاذ زهير، هل الذكاء الصناعي والخوارزميات القدره على حل كل المشاكل البشريه برايك؟ لا، كل المشاكل البشريه بالطبع مساله بعضها اذا بعضها. انا كنظن اولا بعد الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي كيخدم على المسائل العقلانيه. تمام. يعني العقلاني بمعنى انه اذا كانت الاله في الثوره الصناعيه الاولى عوضت العمل اليدوي، نعم، فإن الذكاء الاصطناعي سيعوض العمل العقلاني المبني على المنطق. لكن الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي والذكاء الابتكاري صعب أنه في الوقت الحالي أن الذكاء الاصطناعي يعوضهم. إذن اللي غيكون أساسي من بعد بحال كما ذكر الدكتور سعيد قبل قليل، يعني الطبيب كمثال عوض أنه المهمة ديالو تكون هي التشخيص، التشخيص غتقدر تقوم به الآلة، هو غي يعني غيأكد هذاك التشخيص من منطلق التجربة ديالو، وغي يعاون المريض في مراحل العلاج. لا، لان هذه المساله صعب ان الاله ديرها، انها تقوم بذاك لومباتي، يعني هذاك التعاطف مع المريض. صحيح. ومواكبته على المستوى الانساني، على المستوى النفسي، وعلى المستوى الاجتماعي، حتى يعني يستطيع انه يتعاون في المرض ديالو. فالمسائل اللي متعلقه بالانسان، بالعاطفه، بالمجتمع، او بالتواصل الاجتماعي، بالابتكار والخلق والابداع، هادو مسائل في الوقت الحالي على الاقل صعيب ان الاله تخوض فيها او تكون طرف في حل المشاكل. نعم، ربما سيجري البحث فيها في المقبل من الايام. استاذ زهير، استاذ سعيد بالفخي، يعني ماذا عن استخدام الذكاء الصناعي من اجل دعم الفئات المهمشه في المجتمع، ضحايا العنف الاسري مثلا؟ هذه من اهم القضايا والمشاكل التي ربما يعاني منها المجتمع برمته، على اختلاف خلفيته الاقتصاديه الاجتماعيه والسياسيه. استاذ سعيد. نعم استاذ، وعطفا على ما جاء به الاستاذ مشكور، وقد اصاب يعني كبد الحقيقه. وانه كل ما هو صناعي هو الان في خدمه التدقيق. نعم. تدقيق الخدمات الموجهه للانسان بصفه يعني بصفه عامه. اذا من بين الخدمات الممكن اللي كتقدم الانسان هو هذا النقاط اللي درجتي استاذه في السؤال ديالكم مشكوره. نعم. هو كيف ممكن ندعم الفئات المهمشه في المجتمع، ضحايا العنف اكسترا، اختطاف القاصرين، الضغط اللي تنزيل على المجتمع، العقوبات في حق مرتكبي بعض القضايا عديدة ومتعددة، الإسهام في التبليغ عن حالة الإجرام والخطأ. نعم. في التحرش والتجار إلى غير ذلك. إذن هذا ما قلت سابقا، أو ما هو الذكاء الاصطناعي، يعني لا أن يستخدم أو يوظف لصالح ما يمكن أن يخدم الإنسان بصفة لا، عندما يختطف مثلا. نعم. يعني طفل معين، طفل عدنان، طفل عدنان الله يرحمه، الطفل ريان الله يرحمه. نعم. بعض التحرشات التي تقام على مجموعه من النساء، نتمنى انها الظواهر تزول من المجتمع ديالنا، اصلا هي غريبه على المجتمع ديالنا. صحيح. عند ونكبروا القضيه، عندما بعض الجهات على بعض كبير الحضاره المملكه المغربيه، شكون اللي تيقوم بالصد ديالها وبالدفاع عليها والتبليغ على هذا السطو ديالها؟ هو الناس الذين يستعملون هذا الذكاء الاصطناعي. لو بغينا نجزئوه نقولوا اللي كيستعملوا مواقع التواصل بحكم انها جزء من هذا الفضاء او المعولم. اذا من الخدمات اللي ممكن يقدمها. نعم. هذا الذكاء الاصطناعي اللي القضايا ديال اللي كيشهدها المجتمع في طور يعني المعيش ديالو اليومي الى غير ذلك. طيب استاذ زهير، يعني من اهم اهداف الذكاء الاصطناعي امكانيه الوصول دعنا نقول الى تعزيز القدرات البشريه، وهي من ربما تعد من احدى الجوانب الانسانيه المتوخات في هذا الذكاء. مثلا كذوي الاحتياجات الخاصة يقدروا يحصلوا على الاستقلالية والإنتاجية. طيب من هي الفئات المستهدفة بالتحديد من هذا الذكاء الاصطناعي، وأي الطرق ربما يمكننا أننا نستثمره في هذا المجال؟
هو اللي ذكرت في الاول، هو ان من بين يعني مهمات الذكاء الاصطناعي هو الادراك. تمام. اي حاجه عندها علاقه بالادراك، يعني الناس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم مشاكل في الادراك، يا مجموعه من الحواس او الى اخره، الذكاء الاصطناعي ممكن انه يسهل لهم العيش ديالهم اليومي. يعني الانسان اللي عنده نقص النظر، الذكاء الاصطناعي ممكن دابا في الوقت الحالي حنا كنعرفوا بان الذكاء الاصطناعي كيتخدم في السيارات في القياده الاوتوماتيكيه. نعم. اذا ممكن انه الناس اللي ما كانش يمكن لهم انهم يوصلوا للقياده عن طريق الذكاء الاصطناعي يقدوا يتنقلوا بشكل حر وبشكل متاع. الجانب الاخر اللي خصنا نذكروه غير الجانب الادراك، هو ما نساوش ان الذكاء الاصطناعي يساعد الاسر او يساعد في مجموعه من الحالات الاجتماعيه. انا غنخص بالذكر انه بحال في الولايات المتحده في الوقت الحالي. تمام. هناك محاكم اللي كتقرر قرارات يوميه اللي متعلقه بقضايا اللي معروفه اللي عاديه. نعم. تعوض انها تبقى ثلاث سنين او اربع سنين في المحكمه، كتولي كتقد تحكم في مده ديال اسبوع، لانه مسائل اللي واضحه ليس فيها لبس وما فيهاش مشكل. صحيح. فالذكاء الاصطناعي بيان سور هو كيسهل المهمه للقاضي، القرار في الاخير كيبقى للقاضي، ولكن عوض ان القاضي يدخل في ملفات اللي ربما غتاخذ له ثلاث شهور او ست شهور ديال الوقت، فهذه كتحل مشاكل اللي ربما متعلقه بعلاقات زوجيه بالعنف. فهذه انا في نظري مسائل اللي اساسيه واللي ايجابيه في هذا الذكاء الاصطناعي. النقطه اللي خصنا نركزوا عليها هو المساله اللي ربما فيها واحد الريسك، هو مساله المعطيات. شفنا في كاس العالم كمثال انه مجموعه من اللوغاريتمات الذكاء الاصطناعي ما استطاعتش انها تقوم الى بغينا نقول بالتوقع ديال النتائج. الذكاء الاصطناعي كيعتمد في الوقت الحالي اللي هما مجال التعلم الالي الماشين ليرنين او الديب ليرنين، معتمد على البيانات. الى كتبوا بيانات خاطئه او بيانات غير كامله، فهو ممكن يعطيك نتائج اللي غير متوقعه او نتائج اللي غير دقيقه. صحيح. فالاساسي في الوقت الحالي هو البيانات، كيفاش يمكننا اننا نطعموا هذا الذكاء الاصطناعي ببيانات اللي صحيحه كامله وقادره تعطينا نتائج يعني مرضيه بالنسبه للحالات الاجتماعيه. جيد. استاذ سعيد، يعني هل بدا الناس يدركون اليوم امكانيات التقنيات والابتكارات في ايجاد دعنا نقول حلول مناسبه للعديد من التحديات الاجتماعيه والتي تضمن ربما الحمايه الاجتماعيه كنموذج، مثلا الدراسه عن بعد، الحكم في القضايا، البت في بعض الاحكام يعني في المحاكم والعديد من النماذج. استاذ سعيد. نعم سيدة خديجة، أنا فقط أحيلك على زمن الكورونا. نعم فعلا. الذكاء الاصطناعي أو الجانب الرقمي في هذا الجانب هذا. تمام. إذن هذه الدراسة عن بعد وهذا الاتجار عن بعد والارتفاق والتوظيف عن بعد وعدد من المعاملات التي أصبح يوفرها هذا الفضاء هي مواكبة الظاهرة الإنسانية لما اخترعته هذه لما اخترعه الفكر الانساني، لان الظاهره الانسانيه هي بطبيعتها متجدده ومتحوله ومتغيره ومتطوره. فبالتالي هذه المعطيات الرقميه او الذكيه كان لابد ان يوظفها ويواكبها، خصوصا وان الزمن الكوروني سرع من هذا، لانه كان انحصر الانسان داخل الجدران، فبالتالي لم يكن مقبولا ان تنحصر الحياه. تمام. فبالتالي تم اللجوء بقدر اكبر الى هذه الخدمات، وبالتالي اصبحت الان معطى لا مفر منه للتعامل به في الحياه اليوميه. دعيني هنا فقط افتح قوس استاذ خديجه، هو انه هذه المعامله وهذا الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي لابد ان نكون حذرين على مستوى منظومه القيم، لان هذا الذكاء الاصطناعي قد يؤدي الى اندثار مجموعه من القيم، وقد يؤدي كذلك الى يعني وتوطيد مجموعه من القيم اخرى. واعطي مثال، هذا التوطين والتوطيد يعني كنشاهدوا كما قلت سابقا يتم تعبئه لعدد من القيم، تضامن مثلا، تعبئة لقضايا معينة إلى غير ذلك، ولكن في المقابل قد يؤدي إلى اندثار القيم الإنسانية التي تنبني على الاحتكاك المباشر. نعم نعم. على التفاعل المباشر قد يؤدي إلى اندثار هذا الجانب، وما يعني الإنسان لن يستطيع أن، وقد يؤدي إلى صحيح الانديفيدياليزم
اللي هي ضد الطبيعه البشريه. الانسان هو بطبيعته الاجتماعي المتعب، بالتالي صحيح. هذا اللجوء الى الذكاء قد يؤثر على منظومه القيم يعني في اختفاء. طيب انا غادي نتحول استاذ زهير، وغادي ربما سأنتقل لقضيه اخرى اللي هي قضيه راهنيه تتعلق بالبيئه والتغيرات المناخيه، ومدام يعني نحن كلنا نهتم بهذا او بهذه القضيه. استاذ زهير، الى اي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالاضافه الى الخبره المتمثله في العلوم البيئيه والمساعدات الانسانيه ان هذا العوامل كلها يعني ديال الذكاء الاصطناعي تساعد على إنقاذ المزيد من الأرواح وتخفيف المعاناة، وذلك فيما يخص ربما تحسين الطرق التي يتم بها التنبؤ بحدوث، وأيضا تعزيز وسائل التعامل مع الكوارث قبل أو بعد وقوعها؟ هو أظن أن هذه مسألة اللي مفروغ منها في الوقت الحالي. الذكاء الاصطناعي يستعمل في الوقت الحالي تنبؤ مجموعة من طبيعية، يعني صح. لا على المستوى الى ما نقولوا يعني الحاله الطقس بشكل عام، ولكن ربما في اشياء اكبر اللي متعلقه بحدوث الزلازل وحدوث الفيضانات الاخيره، وهذه مساله اللي ايجابيه. الان انا اللي بغيت ربما ناكد عليه، وهنا ربما ساختلف مع الاستاذ رفقي، هو انه الذكاء الصناعي هو وسيله لنا أن نستعمله في الخير، ولنا أن نستعمله في الشر، لنا أن نستعمله في البناء، ولنا أن نستعمله في الهدم. إن ما نساوش بأن الذكاء الاصطناعي يستعمل أيضا في الحروب، يستعمل في الآلات الحربية لي درون، المحركات الآلية ديال أو الطائرات بدون طيار، راه كتستعمل الذكاء الاصطناعي. وهنا خصنا نحيلوا عاوتاني مسألة واحدة أخرى، هو أنه هناك في المجال السياسي كاين فلاديمير بوتين كان ذكر هذه ربما 5 سنوات، قال بأن الذي سيتمكن من السيطرة على الذكاء الاصطناعي سيسيطر على العالم، لأنه القرارات واليومية اللي سيتخذها المواطن في أي مكان غتكون معتمدة بجزء كبير على الذكاء الاصطناعي. فأنا في نظري خصنا نكونوا بالفعل حذرين، لأنه قد يستعمل في طريق أو في آخر، ولكن هو كمنظومة هو ليس ضد. انا على العكس اظن بانه سيشجع، وهذه ربما رساله ان الناس خصهم يركزوا في التربيه وفي التعليم وفي المجالات الاجتماعيه، خصهم يركزوا على الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، وغيشجعنا اننا نشوف هذا الشيء اكثر، لان الدور ديالنا كانسان ماشي هو الحساب والتذكر ولا ميموار ولا ماشي هذا هو ماشي. انا اظن ان الانسان خلق لهذا، الانسان خلق ربما اكثر لتعزيز هذه العلاقات الاجتماعيه وهذه العلاقات العاطفيه اللي ربما غيجعل فعلا وربما الكل. استاذ زهير، كاين مجموعه من التحفظات او المؤاخذات حول هذا الذكاء الاصطناعي، وكما تفضل الاستاذ سعيد قبل قليل ان يمكن ياثر هذا الذكاء الصناعي على العلاقات او النسيج الاجتماعي على علاقتنا البين الشخصيه ربما، وهذا ما ساتحول به للاستاذ سعيد ربما في الختام. استاذ سعيد، نحن نعيش في فتره استثنائيه غير مسبوقه من التاريخ، وربما اصبح لدينا ولأول مرة على الإطلاق يعني حلولا حقيقية لمعالجة بعض المشاكل اللي هي عالمية. اليوم وحان الوقت لجعل الذكاء الاصطناعي يأخذ دورا رياديا طلائعيا في خدمة الإنسانية وإنقاذ الكوكب، كوكب الأرض بطبيعة الحال. كيف ترى العلاقات الاجتماعية في ظل هذا الذكاء؟ وهذه النقطة يعني سبق أنك شرت لها، وبغيت نرجع لهذه النقطة هذه بالذات. لان انا عرفتك بانها اعطيتيها الاهميه القصوى ديالها، وهي مربط الفرس صحيح للحياه البشريه بصفه عامه. اذا لما نتحدث عن الانسان نحن نتحدث عن تاهيله وتنشئته وبالمعطيات المتجدده التي يعرفها عصره، فبالتالي هنا نركز اقوى على عدم حدود قطيعة منهجية بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية في هذا الجانب. نعم، هنا أتفق معك أستاذ سعيد، فقط للتوضيح يعني ربما احنا داخلين في واحد التحدي ما بين أننا نحافظ على القيم المجتمعية والقيم الإنسانية، ولكن في نفس الوقت نواكب التطور الرقمي وأيضا هذا الذكاء الصناعي. ربما هذا ما تود أن توضحه في هذه المداخلة. نعم هذا الذكاء الصناعي استاذه خديجه شكون اللي صنعه؟ هو الذكاء الانساني. صحيح. الذكاء البشري، اذا الذكاء البشري مدعو
إلى أن يكون أكثر ذكاء تمام. من أن يطغى عليه الذكاء الاصطناعي. فبالتالي لابد من إعادة النظر في المناهج والمضامين التربوية في صفة عامة، لا أقول تعليمية بصفة خاصة، أقول المناهج التربوية بصفة خاصة، لأن أي تغير الاجتماعية فهو مباشرة يلمس ويؤثر على المنظومة القيم. فبالتالي هذه منظومة القيم كل المؤسسات مدعوة إلى استحضار هذا المعطى تمام. هذا الذكاء الاصطناعي والتعامل معه بذكاء أكبر وبذكاء أذكى، إن لم أقول بدهاء، حتى لا يصل يقول لا أو نعم، حتى لا يعود الإنسان فريسة لصنعه. صحيح صحيح فعلا، حتى لا يكون حتى لو وهذا هو التحدي الأكبر، هذا هو التحدي الأكبر في هذه الحلقة. شكرا جزيلا، ولا أجمل من أننا نختم بهذه الطريقة المتفائلة. إذا شكرا جزيلا للدكتور سعيد بالفقي، شكرا نورتني بكل هذه الإضاءات. شكرا، العفو، ونتمنى إن شاء الله التحدي يكون مربوح من الطرف البشري إن شاء الله. نعم، الشكر موصول أيضا لأستاذ زهير الخديسي، شكرا جزيلا، نورتني بكل ما تفضلت به أستاذ زهير، مرحبا. شكرا جزيلا على الاستضافة. أقول كلمة أخيرة، نعم تفضل. الذكاء الاصطناعي على الإنسان أن يكون أكثر ذكاء، أقل اصطناعا، وأعمق إنسانية. مرحبا، شكرا جزيلا، شكرا لفريق العمل الرائع، وليبقى رجاء دائما في لقائكم يوم غد وتحدي جديد مع كامل محبتي.